الرأي سؤال التهديد الإدارة بالانسحاب، هل حرك الأمور ربما من جانب الشركة أو وعود من جانب الأموال؟ والله العظيم غرك أنا نهضر معك أكشوف كيف تبدلت أنا بزاف. هذا سي لي بروبليم، ما رقدتش 4 تاع الصباح تخمم برك هكذا. بس كاين لا دينيتي، كاين لا بيرسوناليتي تاع الإنسان، يعني كيما يقولها واحد المحلل هكذا، وكل عندكم مصلحة على هذيك ما تبطلوش. والله غير أنا حاب نبطل درك، الله غالب تسمى لي كونديسيون، نخلي لي كيب راح نتحمل كل لعبه كون يصراو فيها. إن ما هدرش هدره خونا اللي قال كون نروح تروح، ما نسميوش الاشخاص، ولكن ربما يجي واحد في بلاصينا راح يزيد يطور الفريق اكثر، وربما يكون العكس، ولذا كان العكس راح نتحمل كل شنو. يعني نتمنى يكون يجي واحد اللي على الاقل اليوم رانا ب 18 نقطه وبمباراه متاخره، بعد نوعا ما على في المرتبه الرابعه والخامسه يعني على ما اظن. المرتبة هذه اللي كنت تكلمت عليها في شهر جويلية وتقول لي هل في شهر نوفمبر تكونوا في المرتبة هذه، نقول لك من دائرة المستحيلات، لأن غياب كل شيء، يعني غياب المال، غياب لا ما نقولش الانضباط. الحمد لله نعطيك واحد المعلومة بسيطة جدا، هذا اللاعبين ماهمش متقاضيين ولا ملين من الرواتب تاعهم. مع هذا سي لي سول جوار في الجزائر اللي مضاو القانون الداخلي وأشرناه في الرابطة الوطنية.